عبر أعضاء من الوفد الإعلامي المرافق للوفد الوطني إلى مشاورات الكويت عن التفاؤل في أن تسهم عودة المبعوث الأممي وأمير الكويت في إحراز تقدم ملموس في أعمال المشاورات خلال الأيام القليلة المقبلة. بعودة إسماعيل ولد الشيخ اليوم، أعتقد أن مسار المفاوضات سيشهد يعني تقدما إيجابيا، أربط ذلك طبعا بالمواقف الدولية وبيان الرباعية وبعض الأخبار وإن لم تكن رسمية بتمديد مهلة المفاوضات أسبوعا إضافيا. هذا يعكس أن هناك أمرا ما يجب أن يحدث خلال هذا الأسبوع. هذا الأمر طبعا مرتبط بدولة الكويت وبالسعودية وبالمجتمع الدولي بشكل كامل، لأنه لو أريد لها أن تنتهي فالفترة تقريبا لم يعد لها إلا يوم أو يومين وتنتهي فترة الأسبوعين، ولكن أتوقع أن هناك شيء إيجابي ربما يحصل في الأسبوع القادم، لأن رغبة المجتمع الدولي بشكل كامل ألا تستمر العمليات التي تؤدي يعني أو تصب في مصلحة المجاميع الإرهابية التي تعيث في يعني فسادا في أرض اليمن. الآمال معلقة كثيرا على عودة الشيخ صباح الأحمد، لأنه أعلن في نواكشوط في كلمته إلى الجامعة العربية بأن المشاورات لم تصل إلى نتيجة، لكن هناك آمال كبيرة، وبناء على هذه الآمال التي تحدث عنها أيضا تعلق الكثير من الآمال بأن تعود إلى المشاورات. ما يتعلق بموقف وفدنا من تجزيء المشاورات أو تجزيء ملف القضية إلى أكثر من جزء، لا يزال وفدنا يؤكد على أنه لا يرغب إلا في حل شامل وكامل ويتم التوقيع على كامل مفردات الملف إن شاء الله في دولة الكويت. بعث الأمين العام